اهلا بيكم، معاكم الدكتور تامر، اخصائي البطنه العامه. النهارده هنتكلم عن رسم القلب بالنسبه للاطباء اللي هم مش تخصص بطنه ومش تخصص قلب، اللي هم مش مطلوب منهم يتعمقوا قوي في رسم القلب، او الناس اللي هم لسه بادئين يتعلموا رسم القلب. احنا هنتكلم بشكل مبسط وسريع، تابعونا. اهلا بيكم. في البدايه هنتكلم عن مقدمه كده لرسم القلب. اول حاجه بسرعه كده، ازاي نوصل رسم القلب؟ لازم كل واحد يكون عارف رسم القلب بيتوصل ازاي. في حاجه اسمها ليمبليز وفي حاجه اسمها شيست ليز. الليمبليز اللي هي بتتوصل في الاطراف، ودي ليها اربع الوان لازم نكون عارفينهم. فلازم يبقى هنا احمر، في الرجل اليمين اسود، هنا اصفر، وتحت اخضر. زي ما بيقولوا كده عشان ما ننساهاش، نار وطفرناها، صحرا وخضرناها. بالنسبه للشيست ليز مش هنقول مكانها بالتفصيل، لكن عموما بيبقى مكانها في 1 2 3 4 5 6 زي اللي في الرسمه ده بالظبط. تاني حاجة هنتكلم عنها هي معايرة الجهاز. لازم نكون عارفين الجهاز ماشي مظبوط، الستاندرايزيشن بتاعه مظبوط ولا لا. في حاجة اسمها ستاندرايزيشن مارك، او في عمود كده في اول رسم القلب اللي هو ده، لازم يكون مربعين، لازم يكون مربعين. في كمان سرعة الجهاز لازم يكون 25 ملم في الثانية، وبيبقى مكتوب تحت في رسم القلب زي كده. بعد كده لازم نعرف مكونات رسم القلب. طبعا هو رسم القلب فيه مربعات كبيرة ومربعات صغيرة، لازم نكون شايفينها وعارفينها كويس. لازم نعرف بعد كده ان لما بوصل الليدز دي بيديني 12 ليد في رسم القلب، اللي هم الليمب ليدز 1 و2 و3، حاجه اسمها اوجمنتد اي في ار، اي في ال، اي في اف، والشيست ليدز اللي هم في 1 لحد 6، في 1 2 3 4 5 6. لازم اكون عارف اللي جات دي، لازم اكون عارف شكل الكومبلكس اللي بعد كده وشكل الويفز. اول حاجه في حاجه اسمها البي ويف، اللي هي الويف الاولانيه، ودي بتعبر عن الاتريال ريبورايزيشن. بعد كده في حاجه اسمها البي ار انترفال، اللي هي المسافه من اول البي لاول كيو ار اس كومبلكس، اللي هي دي. بعد كده في الكيو ار اس كومبلكس اللي هو ده، وبعد كده في الاس تي سيجمنت اللي هي من بعد كيو ار اس كومبلكس لحد بدايه التي، وفي بعد كده التي ويف. لازم نكون عارفين كل واحده من دول والطبيعي بتاعها ايه، لان اي تغير في دول بيبقى حاجه غير طبيعيه في رسم القلب نعرفها بعد كده. يعني مثلا البي ويف المفروض طولها وعرضها 2.5 في 2.5، 2.5 يعني مربعين ونص صغيرين طول ومربعين ونص صغيرين عرض، ما تزيدش عن كده. البي ار انترفال اللي هي من اول البي زي ما قلنا لحد اول الكيو ار اس كومبلكس، المفروض ما تزيدش عن مربع كبير، لازم الحاجات دي نكون عارفينها. الكيو ار اس كومبلكس ديوريشن المفروض ما يزيدش عن 3 مربعات صغيرين. الاس تي سيجمنت المفروض تكون على الايزو الكتريك لاين، يعني على نفس الخط بتاع رسم القلب اللي هو ماشي فيه البي ويف، لازم يكون على نفس المستوى، لان هي لو رفعت بيبقى طبعا في حاجات، ولو نزلت بيبقى في حاجات تانية هنقول عليها بعد كده. التي ويف الطبيعي ان هي طالعه لفوق اللي هي ابرايت. حاجه كمان الكيو ار اس كومبلكس، مش لازم كيو وبعدين ار وبعدين اس، في اي ليد ممكن يبقى كيو ار بس، ممكن تبقى ار اس بس، ممكن تبقى كيو بس لو في حاجه طبعا مرضيه او حاجه كيو بس، وهكذا. فمش لازم الكومبلكس كله يكون موجود اللي هو كيو ار اس كومبلكس. وفي قاعده لازم الكل يكون عارفها، ان بعد البي اول حاجه نازله، اول ويف نازله دي كيو على طول. طب انا ماشي بعد البي اول حاجه طالعه تبقى ار، لازم القاعده دي نكون عارفينها. ودي كانت مقدمه سريعه كده لرسم القلب والتوصيل وشكل رسم القلب اللي بيطلع في الورقه. نيجي بقى نتكلم عن تفسير رسم القلب. لما يجي لك رسم القلب تقراه ازاي وتعرف فيه ايه بسرعه؟ اول حاجه هنتكلم على الريت. الريت يعني كم ضربه في الدقيقه. لو رسم القلب منتظم بقسم 300 على عدد المربعات الكبيره بين الار والار، او بين الكيو ار اس كومبلكس وبعضها. طب لو رسم القلب مش منتظم بعد 30 مربع كبير واشوف فيهم كام كيو ار اس واضرب في 10. تاني حاجه الريزم. ريزم يعني هل الرسم القلب ده ماشي ساينس ريزم، نورمال ساينس ريزم ولا لا. الطبيعي المفروض ان كل كيو ار اس كومبلكس ضيقه طبيعي قبلها بي ويف، فانا بدور على البيهات وهل هي ماشيه بانتظام وبنفس الشكل ولا لا، وكل واحده وراها كيو ار اس كومبلكس ولا لا. لو لقيت الكلام ده موجود في رسم القلب بقول ان ده نورمال ساينس ريزم. بعد كده في حاجه اسمها الار بروجريشن. الار بروجريشن دي بشوفها في الشيست ليدز من اول في 1 لحد في 6، في 1 و2 و3 و4 و5 و6. الطبيعي ان الار بتكون صغيره في في 1 وتبدا تكبر في في 2 شويه، وبعدين في 3، وبعدين في 4، لحد ما توصل اكبر حاجه في في 6. والاس بالعكس بتكون كبيره في في 1 وتبدا تصغر تصغر لحد في 6. وبلاقي ان هما الاثنين متساويين الار والاس تقريبا في في 3 او في 4، ده اسمه نورمال ار بروجريشن، لان برضو لو اختلف الكلام عن كده بيبقى في حاجات تانية هنقول عليها. بعد كده نتكلم عن الاكسس. ازاي اعرف الاكسس بتاع رسم القلب ده، هل ده نورمال ولا مش نورمال؟ في طريقه كده سهله شويه هنقولها. هنقول ان ليد واحد، احنا بنتكلم على الليمب ليدز،
في ليد واحد بحطه في ايدي الشمال، اتنين وتلاتة بحطهم في ايدي اليمين، عشان ايدي الشمال تقع هي ضعيفة فسهل تقع. فليد واحد لو بقى كله نيجاتيف، كله نيجاتيف يعني الاس اكبر من الار، بقول ان الشمال وقعت خلاص، فبقول ان ده رايت اكسس ديفيشن. طيب انا عشان اوقع اليمين لازم الاتنين يقعوا، ليد اتنين وليد تلاتة، الاقيهم نيجاتيف فيوقعوا ايدي اليمين، فاقول ان ده ليفت اكسس ديفيشن. وبقول انه باثولوجيكال ليفت اكسس ديفيشن لو لقيت الاس اللي في ليد تلاتة اكتر من الار اللي في ليد واحد. لو لقيت كل الفوق بقول خلاص ده نورمال اكسس مفيش فيه مشكلة، ولو لقيت اتنين وتلاتة واقعين فبقول ان الليفت اكسس، بس طالما الاس في ليد تلاتة مش اكتر من الار اللي في ليد واحد بسميه نورمال ليفت اكسس برضه مفيش فيه مشكلة. وده مثال سريع كده بنقوله على نورمال اي سي جي، ده رسم قلب اهو طبيعي بنشوفه اي سي جي، بقول والله ان الراجل ده الريزم بتاعه نورمال ساينس ريزم، لان كله كيو ار اس قبلها بي ويف، الكيو ار اس ديوريشن اقل من 3 مربعات فده طبيعي، التي ويف كلها لفوق، الاس تي سيجمنت على الايزو الكتريك لاين، البي ار انترفال في نفس المسافه بتاعتها اقل من مربع كبير، البي ويف موجوده وواخده الكرايتيريا بتاعتها اللي هي 2.5 في 2.5، الاكسس بتاعه نورمال اكسس، والريت بتاعه اللي كنا المفروض نقوله في الاول يعني الريت بتاعه 300 على 4 مربعات اللي هم بين الار والار فبيساوي 75، فده نورمال اي سي جي. وملحوظه اخيره، احنا لما نقول نورمال اي سي جي مش معناها نورمال بيشنت، مش معناها العيان سليم، احنا بنقول الرسم القلب اللي قدامنا سليم لكن العيان لازم طبعا يبص عليه، وليه حاجات تانية نبقى نعرفها بعدين. دلوقتي بقى نتكلم عن اختلاف كل حاجه لما تختلف ايه اللي يحصل. يعني مثلا البي ويف، البي ويف قلنا 2.5 في 2.5 مربعين صغيرين في مربعين صغيرين، لو طولت خلاص اسمها بي بالمونال، يبقى لو جاي رسم قلب في امتحان او في حاجه وفي بي طويله ده اسمه بي بالمونال. طيب لو وسعت عن 2.5 وبقت واسعه او ممكن تكون بيفد فيها نوتش كده ولا حاجه، طالما وسعت بقت اسمها بي ميترال. بالنسبه للبي ار انترفال ده هنسيبها في البلوكات، هنقولها بعد كده في البلوكات. بالنسبه للاس تي سيجمنت ودي حاجه مهمه طبعا، الاس تي سيجمنت المفروض قلنا على الايزو الكتريك لاين. طيب لو عليت، لو رفعت اكتر من واحد من مربع واحد في الليمبي ليدز تبقى خلاص ده ام اي، لو اكتر من مربعين في الشيست ليدز تبقى ام اي. وطبعا بنقسم القلب مناطق، يعني 2 و3 و اي في اف دي منطقه، 1 و اي في ال منطقه، بالنسبه للفيهات في 1 و2 منطقه، 3 و4 منطقه، 5 و6 منطقه. فلازم نبقى في 2 ليدز على الاقل، لما يبقى في اي باثولوجي في رسم القلب بنقول لازم يكون في 2 ليدز على الاقل مش ليد واحد. فلو رفع مثلا اس تي اليفيشن في ليد 2 و3 و اي في اف زي ده كده بنقول ان ده انفيرور ام اي. طيب لو الاس تي سيجمنت رفعت في في 1 و2 و3 و4 مثلا يبقى انتروسيبتال ام اي، لو في 5 و6 يبقى لاترال مثلا ام اي وهكذا. طيب لو لقيت الاس تي سيجمنت ديبريسد او نازله عن الخط ده، لو نازله ده غالبا بيبقى اسكيميا، نقول عليه اسكيميا لكن ما نقولش ام اي. بالنسبه للكيو ويفز، الكيو ويف هي ممكن تكون طبيعيه موجوده عند الناس كتير كيو ويف، لكن امتى تبقى باثولوجيكال كيو ويف؟ امتى نقول عليها ان هي فيه بتقول ان في سكيميا او انفاركشن حصل قبل كده زمان او خلافه؟ لو كانت وسعها اكتر من مربع وعمقها اكتر من مربعين، او لو في الكومبلكس اللي جنبها تكون هي اكتر من ربع الار اللي بعدها، كده تبقى باثولوجيكال كيو ويف. وبرده في بتقسم القلب مناطق، يعني لو الكيو ويف دي موجوده في 2 و3 و اي في اف يبقى الراجل ده كان عنده ام اي، ممكن يكون قديم وممكن يكون جديد، لكن في الغالب بيبقى قديم لو انا مش معايا اس تي اليفيشن ومش معايا حاجات تانية ومش معايا شيست بين، الراجل نفسه ما بيشتكيش من شيست بين ولا حاجه، فغالبا ده كان قديم وعدى. فالكيو ويفز بتظهر من ساعات من حدوث الام اي لحد ممكن تقعد لحد سنين بعد الام اي. بالنسبه للتي ويف، التي ويف المفروض تبقى ابرايت، تبقى عاليه طالعه لفوق، فبتبقى لو لقيناها نازله لتحت فده برضو سكيميا، لو هي انفيرتد بتبقى سكيميا. برضو بنقسم القلب مناطق ونقول غالبا ان دي سكيميا والراجل عنده كسور شرايين او حاجه زي كده اللي احنا بنقول عليها. بالمره طالما جينا للتي ويف، التي ويف ليها حاجتين كده بيبينوا الهايبركاليميا والهايبوكاليميا. هايبركاليميا بيبقى بيكت تي ويف زي كده بالظبط، بيبقى تي ويف رافعه جامد، وكمان ممكن تضيع حتى الاس تي سيجمنت ما نشوفهاش من كتر ما التي ويف عاليه. بالنسبه للهايبوكاليميا بلاقي ممكن تكون فلاتند كده تي ويف. وبالمره طالما احنا هنا في المنطقه دي كده نتكلم على البلمونري امبوليزم. البلمونري امبوليزم بيجي في رسم القلب ممكن ساينس تاكي كارديا بس، ممكن اي نون سبيسيفيك تشينجز، لكن في حاجه كده كاركترستيك للبلمونري امبوليزم لو لقيناها، وده نادر يعني بس لو لقيناها بيبقى حاجه مميزه جدا وبتقول ان ده بلمونري امبوليزم، اللي هي معروفه اس 1 كيو 3 تي 3، يعني بلاقي ديب اس في ليد واحد بالنسبه لللمبي ليدز
وبلاقي كيو كيوهات في ليد 3 وبلاقي فيه انفرتد تي في ليد 3. في حاجه بقى بعد كده اسمها فنتريكولار اكسترا سيستول، يعني الريزم بتاع القلب ماشي طبيعي وبعدين الكيو ار اس كلها نارو، المفروض زي ما احنا قلنا نارو كلها، وتيجي كده واحده تلاقيها واسعه وبيزار شيب ومش واخده نفس الشكل اللي قبلها واللي بعدها، تيجي كده كل فتره، فدي اسمها اكسترا سيستول، فنتريكولار اكسترا سيستول زي دي كده. طبعا اهميتها بقى وهل دي ضاره ولا مش ضاره، ده طبعا دكاتره القلب بيقول عليها، لكن بعد كده احنا لينا ان احنا لقطناها وعرفنا ان دي فنتريكولار اكسترا سيستول، هل هي فريكوينت ولا لا، تيجي كتير ولا لا. طبعا لو جم ثلاثه ورا بعض بمعدل 100 ده بنسميه فنتريكولار تاكيكارديا، لو جه ثلاثه ورا بعض خلاص رفرفه في البطين، لكن لو كانت كل فتره كده فدي اسمها اكسترا سيستول، فنتريكولار اكسترا سيستول. وبالمثل في كمان حاجه اسمها اتريال اكسترا سيستول، يعني برضو الكيو ار اس كلها ماشيه طبيعي، لكن بلاقي ان في كيو ار اس مع انها نارو بس مختلفه عن الباقيين، وممكن ما الاقيش قبلها بي ويف زي دي كده بالظبط. ونتكلم بالمره عن حاجه اسمها الولف باركنسون سيندروم، ده حاجه بلاقي فيها البي ار انترفال شورت، تقريبا البي بتبقى لازقه كده في الكيو ار اس كومبلكس، وبلاقي كيو ار اس كومبلكس وهو طالع في نوتش كده اللي هي اسمها الدلتا ويف. وبرضه نتكلم عن حاجه كده بالمره في المنطقه دي، حاجه اسمها الرايت فنتريكولار هايبرتروفي والليفت فنتريكولار هايبرتروفي. في الليفت فنتريكولار هايبرتروفي يعني معناها ان مثلا عضله القلب كبيره، فبلاقي كيو ار اس كومبلكس بالنسبه لفي 6 بلاقيه طويل جدا، لما اجمعه اجمع الار اللي في 6 على الاس اللي في 1 بلاقيهم اكتر من 7 مربعات، فده بقول ان ده ليفت فنتريكولار هايبرتروفي. وبالنسبه للرايت فنتريكولار هايبرتروفي بلاقي ان الار كبيره في في 1 وفي ديب اس في في 6. دلوقتي بقى نتكلم على البلوكات او الهارت بلوك. اول حاجه في فيرست ديجري هارت بلوك، بلاقي البي ار انترفال بلاقيها برولونجد وفيكسد، بي ار انترفال يعني معديه المربع الكبير وفيكسد على كل الليدز زي كده بالظبط، فده اسمه فيرست ديجري هارت بلوك. نيجي نتكلم بعد كده على سكند ديجري هارت بلوك. سكند ديجري هارت بلوك منه نوعين، اول نوع الموبيتس تايب 1 ده بيبقى فيه البي ار انترفال بتقعد تطول 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 وبعدين تيجي بي ما وراهاش كيو ار اس كومبلكس، والموضوع ده يتكرر بعد كده، فده اسمه سكند ديجري هارت بلوك تايب 1. بعد كده نيجي نتكلم على السكند ديجري هارت بلوك اللي هو تايب 2، ده بلاقي فيه اختلال كده في التوصيل، فبلاقي كل مثلا 2 بي يجي كيو ار اس كومبلكس، 2 بي ويجي كيو ار اس كومبلكس، وماشيه على طول بنفس الريزم ده وبنفس الموضوع ده، وبسميه في الحاله دي مثلا باي جيميني لو كل 2 بيجي وراهم واحده، او مثلا تراي جيميني او كوادري جيميني لو كل مثلا 3 يجي واحده، كل 4 يجي واحده. بعد كده الثيرد ديجري هارت بلوك او الكومبليت هارت بلوك، ده بقى البي هات ماشيه في ناحيه لوحدها والكيو ار اس ماشيه في ناحيه لوحدها، يعني ما اقدرش اربط كده علاقه بين الكيو ار اس وبين البي، ما اقدرش اقول ان دي مثلا من بعدها دي لا ده ماشي لوحده بانتظام والكيو ار اس ماشيه لوحدها بانتظام وما فيش علاقه بينهم الاثنين زي كده بالظبط. نيجي نتكلم بعد كده على حاجه اسمها رايت باند برانش بلوك، ده بلاقي فيه حاجه اسمها ار اس ار باترن في في 1 وفي 2 وممكن في 3، وبتكون طبعا الكيو ار اس كومبلكس واسعه اكتر من 3 مربعات صغيرين، لان هي لو ضيقه بنقول انكمبليت، لكن لو واسعه ده كومبليت رايت باندل برانش بلوك. بالنسبه للليفت باندل، الليفت باندل برانش بلوك ده بيكون بقى ام شيب، بيبقى ام شيب في ليد في 5 وفي 6، وبرده بتكون واسعه اكتر من 3 مربعات صغيرين بالنسبه للكيو ار اس كومبلكس. وفي حاجه اسمها الباي فاسيكولار بلوك، واشهر حاجه ليها كده يعني لما يبقى فيه ليفت اكسس ديفيشن اللي احنا قلنا عليه قبل كده، تاكسس ديفيجن مع رايت باندل برانش لوك. نتكلم بقى على الاريزميا. الاريزميا يعني ضربات القلب مش ماشيه بالطبيعي بتاعها، في انواع كتير، في اتريال اريزميا وفي فنتريكولار اريزميا، فهنتكلم الاول على طول على الاتريال اريزميا. اول حاجه الاي اف او الاتريال فيبريليشن، كيو ار اس كومبلكس بلاقيها نارو وبلاقيها الريجولار، رسم القلب الريجولار ومفيش بيهات قادر اطلعها، حاجه كده اسمها فيبريلاتوري ويفز مش قادر اطلع بيهات، فده اسمه اي اف زي كده بالظبط. في بعد كده حاجه اسمها الاتريال فلاتر، الاتريال فلاتر معناها ان في بي ويفز ومنتظمه وجايه بالشكل ده اللي هي زي سو توث ابييرنس دي، وبيبقى معاها نوع كده يقول لك مثلا 3 ل 1 2 ل 1، يعني كل 3 بيهات بيجي كيو ار اس وبيبقى منتظم وفي سو توث ابييرنس اللي هو ده، فده اسمه اتريال فلاتر، والكيو ار اس كومبلكس بتبقى نارو. طيب لو الكيو ار اس كومبلكس نارو والريت سريع جدا يعني مثلا 150 فما فوق ومش قادر اطلع البيهات من سرعه رسم القلب ومنتظم، فاسمه سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا زي ده بالظبط. اما بقى لو الكيو ار اس كومبلكس وسعت وجايه منتظمه وسريعه بالشكل ده فاسمه في تاك،
الريت اكتر من 100 والكيو ار اس كومبلكس وايد، فده في تاك. وطبعا دي ممكن تكون امرجنسي لو ما فيش بلس طبعا لازم يدايس. وكمان في منه نوعين، في في تاك مونومورفيك في تاك زي ده اللي هي كلها شكل واحد، وفي بوليمورفيك في تاك اللي هي الفي تاك الكيو ار اس كومبلكس كل شويه تاخد شكل جديد، كل ده اسمه فنتريكولار تاكي كارديا. في حاجه بعد كده اسمها الفي فيب او الفنتريكولار فيبريليشن، وده ما بقدرش اطلع، ده طبعا طوارئ، الراجل ده ميت خلاص يعني او بيموت او ارست او حاجه زي كده، فبيتدايس طبعا على طول. بيبقى الكيو ار اس كومبلكس بيظهر مش قادر اصلا اطلع كيو ار اس كومبلكس زي اختها، ومش قادر اطلع بالظبط، بتبقى عامله زي كده بالظبط، فده طبعا طوارئ جدا. في حاجه بقى اسمها ساينس تاكي وساينس برادي. ساينس تاكي يعني رسم القلب طبيعي خالص لكن ضربات القلب سريعه، ممكن زي في حالات الانيميا او الهايبرثايرويديزم او غيرها زي كده مثلا. وفي ساينس برادي برضو رسم القلب طبيعي جدا لكن برادي، ما فيش فيه مشكله زي كده. وفي النهايه احب اشكركم، يا ريت نكون قدرنا نلم معظم الحاجات اللي في رسم القلب، لو في حاجات وقع مننا بعد كده هراجعها ونعملها في فيديو جديد ان شاء الله. هنعمل ان شاء الله فيديو جديد بعد كده نخليه تمارين بس، وشكرا لكم.